توا مؤسسة الزواج بصفة عامة ولات مبنية كان على مصالح مادية بحتة. الجانب نتاع الحب بخيسك انعدم فعلا. باه تقولي انت علاش قاعدين يطلقوا؟ لسبب واحد، انه كي تزوجوا كل واحد عنده مشروع في مخه، يكتشف ان المشروع اللي في مخه ماهوش اللي هو اللي ماشي على مستوى التطبيق. من هنا تنشأ الخلافات، على خاطر فكرة ان الزواج مؤسسة انعدمت في تونس. وبالنسبة مثلا يقولوا مثلا هذه الحملة نتصور عاملينها عن قصد، شادين في النفقة وحق السكنة، وهو قاعد ما في بالوش جاه 50 مليون، وهو ليرة وكل شيء في باله، يعلموا كل شيء. وبقى النفقة راي للأبناء، باش تحافظ على الأبناء. السكنة كيف حفاظا على الأبناء. والأكثر المشاكل بصراحة جاية من الراجل. علاش من الراجل؟ هو كي يتزوج بالنسبة ليه المرأة استناكي يحط غادي ويمشي، معناتها أي مرأة يكون شي بناء، يكون شي خدام حزام، ويبدأ معها في المستوى، تمشي معها في المستوى. والله أنا كان مواطن تونس عمري 74 سنة ساعة، وأنا خديت مرأة زوالية كيما أنا. لي باغتي دي فام يلوجوا كان على الفلوس، لانتيري سان انتيري. مرأة ساعات وساعات راه كونتريرا، مرأة تلوج على الانتيري نتاعها. إذا كان عندك منصب الكدا، عندك فلوس، عندك كونت، عندك كهرباء، عندك كذا، تاخذك. النهار اللي تحبيك هي تعطيك كوت بيه، مش أنت تعطيها كوت بيه، هي تعطيك كوت بيه. فإذا كنت تعيش ببذاخة ولاباس وأمور واضحة، ومن بعد تولي مادية. المشاكل هذه أنا أعتقد أنه ما يسمى بالحريات والديمقراطية في تونس، اللي هي صحيح المرأة التونسية تقدمت أشواط على المرأة العربية، وحتى يعني أصبحت تنافس في بلدان أخرى من العالم في أوروبا وكذا، إلا أنه ما عرفناش نستغلوا الحرية هذه. وهذا أساسا يعني متعلق بالمرأة، لأن المرأة التونسية أنا في اعتقادي، رغم أني نحترم المرأة كثيرا، ورغم أني المرأة متمتعة يعني بحقوق كثيرة في تونس، لكن ما عرفتش تستغلها، يعني ما عرفتش تستغلها وما عرفتش تتصرف فيها. لاعتقادنا للأسف هو الفكرة هذه يعني بين الرجل والمرأة في تونس، أنه إلى حد الآن المجتمع التونسي بصفة عامة ما عرفش كيفاش يتصرف في الحرية اللي تتمنح ليه، وهذا مشكل كبير برشا. ان المرأة التونسية يلزمها تراجع حساباتها، يلزمها تعرف كيفاش تتصرف في المستقبل. والخطأ مش كان من المرأة، كذلك من الرجل. العائلة لابد ان تكون منسجمة، واكيد عدة يعني اسباب وصلت معناتها باش تونس تولي هكا، معناتها في المراتب متقدمة، وان الطلاق يتفاقم يوميا وشهريا وكل سنة، معناتها نسبة الطلاق ترتفع اكثر. اكيد زاد الجانب الاقتصادي يؤثر برشا، واحيانا توا زاد حتى الفوارق في التعليم. احيانا تبدا امراه عامله دكتوراه ماخذه واحد يبيع في الخضره، مع كامل احترامي للي يبيعوا في الخضره وكامل احترامي، لكن ما ينجموش يتفاهموا شخص مثلا مستواه ثامن اساسي ورجل مستواه ثامن اساسي وامراه عامله دكتوراه ولا قاريه فلسفه ولا قاريه عربيه. اكيد جدا مش باش يتفاهموا، لانه كل واحد يفكر في عالم، ما ينجموش معناتها ياسوا عالم مشترك بيناتهم. دونك ان الاسباب متعدده في تونس، وهذه راهي مش حاجه سهله للاسف. ان السياسيين مطفين الضوء، المثقف مطفي الضوء، عالم الاجتماع مطفي الضوء، عالم النفس مطفي الضوء. هو دور الناس هذوما اللي يلزمهم يصلحوا الاسره، لان الاسره راهي المدرسه الاولى. قبل ما نمشوا للمدرسه وقبل ما نمشوا للليسي وقبل ما نمشوا للكليات، لابد ان تكون الاسره سليمه، وللاسف الاسره التونسيه تعاني من هذا. كمراه تونسيه ان شاء الله نكون مثال. انا مطلقه وطليقي عندي ومريض ونعاني فيه، ومن اصحاب الهمم طويق من ذوي اعاقه. يعني طلقت، سبب الطلاق هي العائلة زادك يدخلوا، يقول لك مثلا انا ماخذ رجل حامل اعاقه، ما يسمعش وما يتكلم. في نظريه العائله لا، يعني ديما المراه لاباسه عليها مثل الطبيب. بالعكس، اليوم العائله تخلت على ولدهم. يعني انا كامراه مطلقه اليوم، انا طليقي، انا نهز في الطبيب، انا نوكل، انا نشرب، عايشه معايا باب المعيشه. علاش يتعارك المراه والراجل؟ ينقص الفلوس يتعاركوا، راس الشهر يبدا يضحكوا ولا نهار 15 يدوروا على بعضهم. صحيح ولا هذيك القاعده راه، والوضعيه نتاع تونس كلها تويكه كلها مشحونه بكلها عراق بكلها عراق. وضعيه تونس بكل شيء تضحكي، هذاك هو الصحيح والله العظيم. والله تو لا الحب يجي بعد الفلوس، يا الفلوس هي تجيب الحب، راه الفلوس هي تجيب الحب. من المشاكل ومن الماديات، خاطر ينجموا يكونوا ما يتفهموش، ما عندهم ثقه بينات بعضهم، خاطر ما صرحوش بعضهم من اول، معناها هذاك اش عنده هذاك ما عندوش. يلزم الثقه كل شيء قبل كل شيء.
وباش نجم تعيش تمشي على قد ظروف راجلك، تمشي ما كنتي خديتو زوالي امشي على قد بنيتو. هكاك تنجم تعيش برشا عبيد عايشين الحمد لله يا ربي وزويولة معناه. وعلاش يكثر الطلاق؟ خاطر من المصروف، المصروف الاقتصادي والاجتماعي معناه، يولي الضرب والعنف ويولي الكلام اللفظي والخايب وكل شيء معناه. ونحنا نقولوا معناه يلزم توا يتفاهموا، خاطر انت توا ما عينكش فيه وهو ما عينوش فيك، تتفاهموا بالتراضي لا عنف لا شيء. متزوج نجم تقول، واللي نشوف فيهم انا اكثر هي من الرجال، فهمتني؟ ما يحبش يخدم، كل شيء يخليه على المراه، فهمتني؟ ولا معناها حسب التو اللي عندي انا بريسك ثلاثة أرباع متاع الرجال، فهمتني؟ وشوية نساء زاد خدموا هما قضايا والنساء معناها من الأول ما تحبش، بعد تدخل في الواحد تولي ترضى. شنو بالقضايا معناها الأكثر حسب النسب للضرر إنشاء بالتراضي؟ لا لا بالتراضي، اللي تو ماشيين أكثر هي بالتراضي، باش هكاك فك كيفاش نقولها فك راسي من شوش، باش ما تقعدش تتوالى الحكاية اليوم غدوة. وقاعدين يطولوا لهم عليهم هما ديجا، جلسة الأولى وجلسة ثانية، ساعات هو ما يجيش هي ما تجيش، تتوالى شوية، فهمتني؟ الأكثرية بالتراضي. الأسباب، أهم الأسباب اللي تجيك أنت ككاتب محامي هكا، قلت لي شنو هي الأسباب معناها أهم الأسباب اللي تخلي أسباب البطالة نتاع الرجال، البطالة نتاع الرجال. المرأة تقول لك أنا نخدم، فهمني ولا، ونهز في كل شيء وتهز وتجيب وتعمل وكذا، هو حتى كان يخدم نهار سيرتو اللي نحكي أنا عامل يومي وما يحبوش يخدم ويحب يسلم عليها هي كل شيء، معناها الأكثرية هي البطالة، فهمتني؟ تقريبا قداش من قضية مثال تجيكم في الشهر نتاع طلاق؟ نحن في 80 70، فهمتني ولا؟ أنا رقم مفزع. أنا البارح مثلا حضرت في جلسة فيها 160 قضية نتاع طلاق. إي 160 قضية نتاع طلاق، رقم مفزع مفزع برشا.